أهلا بكم مشاهدينا الكرام وإليكم موجز الأخبار. استجاب رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة صلاح الدين كامل عباس الأشرف لنداء أهالي منطقة البتايه العزاوي بتوفير أنابيب المياه وحل جميع المشاكل التي تواجه المنطقة. كشفت مصادر برلمانية عن حصول مشادات كلامية ومقايضات داخل مجلس النواب بشأن قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام، موضحة أن القوى السياسية في البرلمان غالبا ما تقوم بمساومة بعضها لتمرير القوانين الخلافية في سلة واحدة. بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دور العراق في تدعيم السلم والاستقرار الدوليين ومنع الأحداث الراهنة في المضي في مسار التصعيد. كشفت مصادر عراقية مطلعة عن اعتماد شخصيات سياسية مقربة من الفصائل سيناريو الانغلاق الأمني وتحديد تحركاتها وظهورها في المرافق العامة وأداء الأنشطة العلنية تحسباً لأي طارئ. نفت وزارة التخطيط العراقية تضمن التعداد العام للسكان والمساكن أسئلة عن القومية أو الطائفة، فيما أكدت عدم توفر أي بيانات عن أي مكون من المكونات في البلاد. تحدث النائب سالم العنبكي عن ملاحظات ومؤشرات من الكتل ولابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار قبل تمريره، مشيرا إلى واحدة من هذه الملاحظات وجوب تعريف الإرهاب في نص القانون وليس في التعديل. أخيرا كشفت كتلة تقدم النيابية عن حوارات ونقاشات مستمرة للاتفاق على تعديل النظام الداخلي للبرلمان وعودة تقدم للتنافس على رئاسة البرلمان، كون المنصب استحقاق لمكون كامل ولكتلة سياسية متمثلة بحزب تقدم. الموجز انتهى، نلقاكم على رأس الساعة في أمان الله.